اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. طيب ايش راح يسوي؟ ايش راح يسوي؟ راح يجيني من الجهه الثانيه. راح يجيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر ومندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو رح ألعب لعبة جوال. أنا ما ألعب ألعاب جوال كثير، بس هذه اللعبة لازم إني أجربها. اسمها Very Little Nightmares. تذكرون أنتم لعبة الكوابيس الصغيرة؟ هذه الكوابيس الصغيرة جدا. رح ألعبها على جوالي وما أعرف أي حاجة عن اللعبة، بس أتوقع إنها لعبة ألغاز. تسمعون أنتم الموسيقى كيف مخيفة؟ تحسوا كذا جاكل. ما ابغى اطول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نبدا. هذول السمبوسه تحت يا جماعه. طيب ايش اسوي؟ انزل ذا صح عشان السمبوسه تطلعون. اوه ماي جاد. اوكي الحمد لله هم صاروا سمبوسه من جد. هي في حمام. اوه ماي جاد، تسمعون الصوت؟ اسمعوا بالله، ركزوا. هذا الصوت هو نفسه اللي كان زمان اقول لكم يا جماعه في عندي حمام الصباح ازعجتني، والله نفس الصوت. دقيقه، لو رحت قدام شوفوا الخشب اتوقع انه يتكسر، فنبحث عن طريق اخر صح؟ واضحه تتسلق هنا. اوكي ما تقدر. طيب ارجع. يهو راح يتكسر. اوكي اطلع. حلو. لن اذهب من المكسر. اوه دقيقة، في صندوق هنا، خلونا نشوف ايش فيه. يا جماعة دقيقة، ما فجعني عارفين ليش؟ انا جالس اصور بقطعة وكذا، والصوت شوية عنده متأخر، فالحمد لله ما راح انفجع يعني، اشوف الفجعة بعدين يجي الصوت فخلاص يعني. هذه يعني اشياء نجمعها، هذا الاعمى تذكرون صعب اللعبة. هذه نهاية، استفيد من الصوت يعني اشوفه بعدين خذ لك. طيب دقيقة روح كذا ولما تتفعل ارجع على طول. روح هنا روح هنا. ايوه حلو. اي هذه المروحة لا تطيح علي، بطل واسمع صوتها. اوكي بس يا سلام. اوكي ثانية. ايزي. شفت بنت نلحقها لازم نلحق البنت. سريع روح. فين راحت؟ طلعت فوق، ما اقدر اطلع انا. كيوت يا جماعة. اكلك احنا. دقيقة. ايش ذا؟ ايش يسوي؟ اوكي. ايش الفائدة؟ ما ادري. شكله اختصار بعدين ذا صح؟ اتوقع. كيف فهمت يا جماعة، فهمت. شوفوا ارجع هنا. وبعدين انزل من هذه. لا ايش سويت؟ اوكي انا قاعد اصيد. الحين اجي هنا وبعدين صح طريقي مو الا والله صح. اوكي يلا استخدم دحين. ايوه انتبه حبه وخلصنا المرحله ايزي. نبغى البنت الحكي. اوه هذا هو نفسه يا جماعه الاعمى. اوكي والله يا جماعه اتذكره كان يخوفني مره. دقيقه لازم نكون هادئين مره. نفتح لهذا صح نقدر. تشوفون يده؟ تشوفون؟ افتحوا. ما اقدر ادور مفتح ولا ايش؟ ما ادري ايش اسوي. هذا الزر ايش يسوي؟ يفتح الباب. استر يا رب ان شاء الله انه مو غلط ويدعسني الاعمى. اوكي لا الحمد لله. اوه تشوفون في فوق مفتح هذا عشان انقذ اللي ورا شكله. هذا الباب انفتح؟ ما تقدر. طيب. صح اقدر اتسلق هنا، نسيت. لا هذا المفتاح الكريم غطي علي. وايش اسوي ذحين؟ طيب ايش اسوي؟ اوه اوكي حلو تمام. والله بالصدفه يا جماعه. طيب طيح المفتاح بس انتبه. اوكي هذا المفتاح. سلام يلا
دحين نرجع نساعد خوينا. ها افتح له افتح له يلا. ها وقف لي يا حيوان وقف. ايش فيه؟ فين راح؟ فين راح؟ يا رب فتح لي الباب هذا. اوكي ايوه خلينا ندف سوا ندف سوا التعاون. يا سلام. اوكي بس وقف لي يا اخي. ليش كسحه كذا؟ سمعت صوت. هذا صوت السمبوسه صوت السمبوسه لا تخاف. افتح هذا شكله افتح ذا الزر. سمبوسه معليش والله. انزل تحت انا. لا الباب ذا يا شباب ما ادري ايش اسوي. دقيقه شكله ارجع افعل الزر ذا وانطلق بسرعه. ايوه قبل ما يتعسم صح. والله هذا اسوأ فكره جتني في الحياه. صدقني في فكره في الموضوع. صدقوني في فكره في الموضوع. اوكي اوكي هو هذا الطريق لازم اني ارجعها بس اوصل لهذا الشبك ويطلعني فاهمي. فكيف ارجعها وانطلق بسرعه بدون ان يغطي الطريق؟ اكيد انه اوقف هنا في النص ذا. هذه اوكي اوكي خلاص خلاص تمام. يلا يلا شغل لكم كونان. اوكي خلونا نضبطه بعدين اشغل لكم كونان. يلا بسرعه 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 ارجعنا. الله يلا سلك وروح هنا. لا ما اقدر. دقيقه في زر ثاني هنا استخدمه وارجع اطلع بسرعه 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 اطلع اطلع. ايوه عشان يجي يضرب بعدين انا احط شوفه. يا سلام يا سلام. اوكي دقيقة الموسيقى تخوف يا جماعة. اوه ماي جاد اشوف نور ما ادري ايش. الله يستر. اوه ذي كاميرات. خلونا نشوف. هذا ما تحسب هذا ما تحسب. ايزي ايزي مرة شباب. دقيقة الان بسرعة 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 اجري. ايوه يا سلام. يهو والله استهبال. شوفوا شوفوا عندي الحل عندي الحل بس لازم وزني. ها الان بسرعه وقف هنا وقف هنا وقف هنا. اوكي ايوه. اوه شوفوا الناس بتحجر هذا النور اللي يحجرهم. اوكي واو والله حرق. اوه ماي جاد ما مت ما مت. اوكي ما مت ما مت. الان يا سلام يا سلام هذه سريعه مره يا جماعه. روح هنا يا سلام. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. اوكي اهدى اهدى اهدى. هذه سريعة مرة كيف أعدي؟ ما أقدر أعدي ما أقدر. لازم وزنية مرة مرة. ها الآن والله مستحيل. طريق ثاني هو الحل أنا متأكد بس أين هو الطريق؟ هذا السؤال هذا السؤال. تستهبل تستهبل والله هذه خطتي من أول والله بس إنه ما ضغط أول مرة كذاب. ها سبوسة تعال تعال حبايبي تعال تعالوا. فين فين رايحين فين؟ اوه شوف في حاجه هنا شكلها تطفي الكاميرات. حلو حلو ايوه طفي طفي. شغل زياده. اوه ماي جاد خلونا نشوف ممكن هذا الزر طفى الكاميرا اللي سريعه صح؟ ممكن والله شغاله. اوكي اوه دقيقه دقيقه ايوه هذا راح يفيدني. ما اقدر. ايش ذا؟ اوه ماي جاد هذا شكله اختصار خلاص هذا هو الحل اصلا. لا ها شو افتح بال ابواب ولا ايش ذي؟ اقدر ادف بهذه؟ ايوه اوكي حلو حلو خلاص يلا دحين سويت لنفس الطريق يعني. ها ايوه ايوه الطريق تمام دحين. ها بس التركيز التام مستعدين تفعيل الان. وقف هنا الان. الان حلو حلو طيب روح هنا. ايوه يا سلام يا سلام يا الزبره الاحترافيه. روح الان هنا يا سلام. هذا الزر ايش يسوي ما ادري. انخبست انخبست والله اني حسيت اني خبست. حسيت شكله بالتقسيط حبه حبه تجي صح اكيد. شوف كذا بعدين ترجع. ايوه ايوه كذا النظام. ها خلاص خلاص عرفنا. ايوه ارجع حبة حبة بس حبة حبة. الآن أيوه. والله النظم
جماعة اصبعي كبير ما قلت اضغط اماكن غلط. ارجع ارجع اوكي. دحين كيف راح اعدي؟ اجرب اجري وبس؟ والله اني حسيت والله ما اقدر اسوي اي حاجة. طيب اوه خلاص عرفت عرفت الحل عرفت الحل يا شباب. ايزي ايزي ها راح ارجع اوكي. ايوه لا 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 يا حمار كان انزل بس ارجوك تسلق ارجوك. طيب اهدا اوكي اوكي ايوه دحين تقدر تنزل. يا سلام اوكي انزل بس انتبه ها انتبه خلي لما دقيقه لما يروح هناك بعدين. الان 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 يا سلام يا الوزنيه يا سلام. اهرب اهرب جس اخيرا. والله تاخرت في هذه. ها ايش اللي بعده؟ اوه ماي جاد هذا هو هذا هو. الله يستر بس ايش يغسل الحمام جالس. يلا الله يستر بس الله يستر. ايوه الحمد لله الحمد لله اوكي. ها انزل من هنا ها اوكي اوكي. والله خايف مره خايف مره. ها ايوه اوكي اوكي الحمد لله. ايه دقيقه يوف كومبليتد 20% من اللعبه اوكي. ايش ذا سكر شباب سكر وانتم موجودين يعني ما يعني. الله خلاص 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 اوكي. ايش اسوي ذا الزر ما اقدر اضغطه. المثلث اركب في مثلث اوكي. لازم ندور لمثلث الحين يا جماعه مكان. ايه هذه يد ولا ايش اشوف يد. بسم الله اوكي الله يستر بس. دور لك الحين لمثلث ما ادري فين راح احصل واحد. هذا هو هذا هو او ماي جاد. يعني الوضع استهبال. الوضع يعني استهبال ها. اقول لك تعال تعال روح روح ايوه وقابل الجهه الثانيه ها هذه الحركات. بعدين اوكي والله اني قريب والله اني قريب. حرام عليكم حرام. اوكي 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 دقيقه لازم انك تفكر. خلوني اجيب حاجه اقفل. ايوه ايوه بندر ايش راح تسوي بالضبط؟ ايش راح تسوي؟ شوف بس. حياك الله. تعال تعال. يا حيوان! اوكي 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 خلو خلو هنا واطبق الاست. ما اقدر. ابغى كان اطلع. ايوه اقدر اقدر اطلع حلو. واروح له من هذه الجهه ان شاء الله هذه المره تضبط ان شاء الله. اهدى بس اهدى. ها نبغى انقضاض عليه ها؟ يس يس ابلع سمبوسه توقعت ان اصحاب انا كان اوريك انا تعبني والله حلو. دورها يا سلام. ايش هذا المكان كسر. اوه هذه اقدر الفها. اوه اوكي خلونا نشوف ايش ذا الزر يسوي. يفتح لي طريق بس واضح انه يتقفل حسيت. بس ما عليكم ما في اي حاجه تغلب السرعه. بسرعة بسم الله بسم الله بسم الله. ايه روح جهة ثانية حتى. ما ادري انه كان يمدي يتسلق من هنا. اوه هذا يطيحها. ايوه. يا سلام. هذا شكله اصنع منه طريق. ما اقدر ايش صار؟ دخلت مكان سري بالغلط. خذ خذ الصندوق ذا. ما راح انفجع لان الصندوق صار شوي متاخر. بس ايش ذا الوجه؟ بسم الله. دحين احتاج الصندوق عشان اثبته هنا في ذا المكان واقدر ادخل الباب. واضحه. اوكي. بس دفه دحين وخلاص. صح؟ لا الا الا دفه بس خلاص. ايوه اوكي اوكي تمام. اي ما طاح. ما طاح يا شباب. اوكي اوكي اوكي. ايوه اوه اوكي حلو. ايوه دحين خلاص في فراغ ها فتطيح ايزي هذه المره. والله لو ما تضبط كف. ايوه اوكي خلاص تمام. دحين بكل بساطه البرميل لفوا علينا خلاص ايزي. يا سلام اوكي
دفه دفه يلا دفه دفه خلاص جعل يا سلام خلاص يلا يلا وعدينا يس يس اوكي اوه اوكي اوكي دقيقه انا عند الرجل هذا انت بس هذا ما نبغى اي صوت حبه حبه اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد طيب ايش راح يسوي ايش راح يسوي راح يجيني من الجدار يا رجل اهربي اوه عرفت الطريقه عرفت الطريقه يا شباب اخليك شفني وارجع اهرب اوكي قلنا تهرب ما قلنا انا اكتشفت الحل من البدايه بس ما ركز شوفوا اجي هنا تمام بعدين اكشفني بعدين ارجع هنا فيضرب اوكي فيجي من الجهه الثانيه مسوي انه خبره بس ما يدري ان انا اصلا مفكر في كل حاجه روح والله اضغط اوه اوكي اوكي هرب سريع سريع لا ارجوك فين اروح حجر تسلك دعسني عن النهايه يا هو بس اهم حاجه فهمنا الكونسبت خلاص هذا هو المطلوب ايوه روح سلام اوكي سريع يلا سلك يا سلام سلك زياده الحمد لله قلع اوه ماي جاد يده طويله اوكي ها خلاص صح خلاص ايش ذا شعر ولا باقي طاردني والله باقي طاردني تسلك او ماي جاد او ماي جاد يهو ايش ذا اليد لو طيحت الشعر ذا يجيني صح ياب ارجع ما يمسكك اهدى بس اهدى ما يشوفني صح ما يشوفني المفروض قصير ايوه طيب هذا بس هذا يا خشن اليد تجلط والله انحشرت في الزاويه يا شباب انحشرت في الزاويه اوكي ايوه راح الحمد لله لك يا رب الحمد لله يلا روح يس خلاص راح ها خلاص اوكي شباب او ماي جاد بس شباب راح اوقف هنا احس انه كفايه كذا المقطع بس اذا كنت تبغون زياده قولوا لي ما عندي اي مشكله اني اكمل اتمنى انكم استمتعتم بلعبه جوال لانه ما العب انا العب جوال كثير وخلص البطاريه على وشك اتمنى انكم استمتعتم لا تنسوا الجيم والمقطع تعطون لايك ونشوفكم على خير تمام سلام عليكم سوي انك حمز